صباح الخير يا جدعان، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده فيديو جديد، بس قبل اي كلام خلونا نصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام. فكره فيديو النهارده يا جدعان ان ابو السيد خسر دفعه باكونت، فانا يا رجاله جاي النهارده انتقم لاخويا دفعه بعد ما خسره باكونت يا جدعان، اللي المفروض اصلا اللي انا اكونت اقوى من ابو السيد، لان ابو السيد ليفل 69 وانا داخل في ال 71 كمان. فيا رجاله انزلوا اعملوا لايك دلوقتي وشك في القناه. على قدك على قدي، انت قد الكلمه دي. تعالى يا ابو السيد، انت عارف طبعا قوانين اللعبه، 5 لبسات، 3 خوذ، 3 شنط، 3 اسلحه. طب تعالى لي يلا، تعالى لي اهو، تعالى لي. اول بدله اللي انا لابسها معاك يا انت بتهايت من اول البدله انت لابسها. لا احنا دي مش محسوبه. لا 1-0 على السريع يا جدعان، احسبوا النقط انتوا. عيوني. طب البدله اللي لابسها دي معاك 1-1. حلو قوي. تعالى لي يا ابو السيد، تعالى لي في الالتيميت يا ابو السيد، تعالى لي يلا. ها 2-1 يلا. 2-1 تعالى لي يا ابو السيد، انا جاي اسلم عليك. الله يا ابن اللعيبة يا ابو السيد، انت طلعتها امتى؟ 3-1 يا ابو السيد. انت بتقول ايه؟ انا مش جاي اهزر، انا جاي في حلقة موت يا ابو السيد. ده فين انت؟ انا اللي عليا، انا اللي عليا يا حبيبي. كده احنا 3-1 يا جدعان، احسبوا النقط انتوا كويس علشان في دغدغة النهارده. نجيب له انهي بدلة؟ هنجيب له دي عشان مستحيل يكون طلعها. يلا 3-1 يعني 4-1 4-1 كده تبقى 3-2 لو انت البس. مش معايا. ما البس بقى، ما كده انا 4-1 انت البس. ولا 4-2 يا جدعان؟ 4-2 ولا 4-2؟ الله الله مش معايا. انتوا من تحت 4-3 كده ولا 4-2 يا جدعان؟ احسبوا انتوا النقط، هو المفروض انا فاضل لي بدله وهو بدله. 4-3 4-3 كده صح كده؟ نلبس بقى بدله. تعالى يا ابو السيد، تعالى، ده انا هشخرمك يا ابو السيد. انت مستحيل تكون طلعت الباكج ده. فيلا يلا 5-5 يا ابو السيد على طول، مستحيل تكون فتحت عليه. يا انت اللي كسبتني في حرب الاسكنات. البس اخر واحده، البس اخر واحده، البس. بتخسر دفعه انا عايش على وش الدنيا. اقول لك على حاجه؟ معاك ولا ايه؟ اقول لك على حاجه ود. الله مش معايا، مش مع حقك تتكلم، مش معايا كده يا جدعان. 5-4 في البدل انا الكسبان فيها. تعالى لي بقى خوز يا ابو السيد. فرق واحد ما هو كده كسبت في واحده. تعالى لي خوز، تعالى تعالى تعالى، ده انا هنتقم منك النهارده. تعالى اظهر لي خوذتك. اللي معايا انا اللي هبدا يا حبيب قلبي، انا اللي ببدا. ماشي. انا اللي ببدا. نلبس له انهي خوذه يا جدعان؟ اول واحده ديت مش معايا دي. 1-0 البس. هات الخوذه اللي معايا. 1-1 ما مسرع هتنزل واجيبها. ماشي البس دي يلا. ها مش معايا. 2-1 البس البس عسل. دي ده مسك ولا ايه؟ عادي تحت خالص، عادي تحت خالص. الله ده فين دي؟ في اللي هي ليجندري. طيب ملاش لون اصلا. انهار اسود، ازاي يعني ملاش لون؟ الله مش معايا. يلا يخرب بيتك. 2-2 توا يا جدعان. هنلبس البدله دي. الخوذه دي حاسسها مش معايا. عايزها؟ اه يلا. مش معايا. ما انا عارف ان مش معاك. هاي 3 البس البس. 2 اه البس. ده انا هنفخك، فكرني دفعه عشان تخسرني. البس. كنت عايز اضحك عليك يا ابني. انا مجرم حرب اسكنات من زمان، مجرم في حرب الاسكنات. دي دي مسك دي صح؟ لا اللي تحت المسك. مش معايا، انا عارفها مش معايا. ماشي تعالى شنط يا ابو السيد، تعالى لي شنط، تعالى لي شنط يا ابو السيد. يلا ودي شنط شنط. تعالى انا البس لك بقى شنطه مستحيل تكون طلعتها. 1 يلا على طول على طول. حتى الغراب 1-1 1-1. انت بتتحدى يعني؟ بتتحدى وشايف ان كده انت ايه؟ عسل وسكر صح كده؟ صح كده؟ طب يلا هدي. مستحيل تكون طلعتها. يا الله يا الله مش مستحيل. معايا 2-1 مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. احسبوا النقط يا جدعان واكتبوها تحت في الكومنتات عشان اعمل لكم لفاي. ها 2-1 يلا يلا يلا. عايز بدور لك على حاجة. يلا يلا عادي عادي. 2-1 يا جدعان في الشنط لسه. تعال ها. لا لا مش دي مش دي. انا معايا كل الشنطات المسك اصلا، ما تلبسليش مسك يعني، فاهم انت؟ معايا 13 14 شنطة مسك يعني، ما تلبس مسك دي. تعالى يا ابو السيد، كنت دايما بقول عليك جدع. مش معايا يا ابو السيد. ماشي خلاص 2-2 2-2 كده. دي اخر شنطه. اه 2 يلا 2-2 3-2 ليك. يلا يلا اخر شنطه يا جدعان باذن الله نجيبها. الفكره اللي انا بفضل ادور وانت بترزع على طول على طول. انا لسه ادور على طول يا ابو السيد. انا معايا 15 شنطه ولا حاجه.
البس الأخيرة؟ اللي هتحسم ميكز منهم من اللي خسران؟ ليفربول يلا يا نهار اسود انت بتطمن دي كسبت البطولة ده بيلبس ليفربول يا جدعان يا لهوي جايبها منين دي يا الله كسبت انت كمان جبت الماتش ابلع يا كسبان ما تجيش معايا في شنط كده يا جدعان كذبوا في البدل وكذبوا فين في الشنط تعالى لي يا ابو السد انت ليه تكسب يعني دفع على مكسبك تجيب لي مؤمن تعالى ده انا هنفخك انا جاي انتقم خلاص يا ابو السيد انا جاي انتقم تعالى اسلحه بقى تعالى اسلحه تعال لي اسلحه تذكر اللي يقتن الله 1-0 على طول على طول ماشي 1-0 تعال لي مفيش مشكله 1-1 الله الرحاله يعني انت بتهزر يعني معايا بسيط بتهزر ودمك خفيف يعني كده وسكر صح كده دمك خفيف وسكر هات الكار الجديد يلا هات الكار الجديد يلا عشان تهزر تاني انت بتلعب بالكارات عشان هزارك اللطيف دي بتجيب لي كار 2-2 يعني حلو قوي نفسك طويل نفسك طويل انا معاك لحد ما تنتهي طب بص اكتر منها يعني طب يا عم هات يا عم يقوم بالبيانو يا عم يلا ده عايز يقوم بالبيانو هاته يا عم يلا حاجه تافهه اهي يلا هات يقوم بده كده 3-3 او سد نلعب على اللي ياخد النقطه عايز تلعب على اللي ياخد النقطه توكل على الله واحنا هنجوز 3-3 ماشي ابو السد نفسه طويل معانا يا رب يبقى نفسك طويل على طول انا عايز نفسك ده هات لي الجروزه دي يا ابو السد يلا يلا انت عايز الجروزريا 4-3 يلا 4-3 على طول يلا عايز الجروزريا طلعها يلا 4-3 بس يلا 4-3 لحظه بس بندور لحظه بس في الايه اهرب السي في الايه مش معانا يلا هات لي بقى انت الجروزري مش معايا 4-4 ده بص ده طلع دمه خفيف اهو يا جدعان لا 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 بهزر كمان كمان لا 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 ده انت بقى سكر بقى استنى 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 بما انك كنت جايب لي في البدايه ام 4 يا عم هات الام 4 ده يا عم يلا يلا يا عم يا انت بتعد تاني ام 4 يعني يلا يا عايز تلعب ام 4 تعالى ام 4 يلا لا لا مش بلعب ام 4 انت اللي 5-4 طب تعالى يا عم هات لي 5-4 لا مش دي مش لا معايا. مش ديت ما كانش معايا التاني. لا مش ديت يس مش عارف هي فين طب غير السلاح خالص غير ماشي ثاني خليك يلا. معايا لا لحظه شيل هي مش معايا ماشي يلا هات لي ديت اللي ماسكها مش معايا 5-5 ماشي تعال نفسك طويل هتسد تعال لحد ما تنتهي انا قلت يلا لحد ما تنتهي لا مش ده راح فين نجيب له ايه يا جدعان انا معايا اسلحه كتير مش عارف العب له بايه ده انا كل ده ما دخلتش على الاس ام جي اصلا يعني انا بجد طب بقول لك هات السلاح اللي معايا هاته يلا سلاح لا كم كده 6-5 يلا امسك السلاح 5-5 6-5 ليا انت لازم تجيب نقطه لو انك جبتها خلاص انت خسرت هي فين اصلا هي بتبقى موجوده في الاي ار يلا يا عم يلا اخر سلاح ليك ماشي امسك ما لو جبت النقطة بتاعك خلاص امسك هجيب السلاح يا رب ولو جبته ومش معاك ياه هطيرك هيبقى كسب النقطة يا جدعان بس انا برضه هبقى كسبان كده كده احب اقول لك على حاجة انت لعبت سكار صح؟ لا ما بلاش سكار بلاش سكار وانا واثق انك مش معاك السكار ده واحب اقول لك يا مؤمن لما تحب تلعب على بسيط العب على لعبة رأس صحيحة انا لما خسرك في الاسلحة العب طيب العب وريني ودي اي ده بيتطور ده بيتطور يا جميل وبيلعلع كمان مش معايا بس سيد مش معايا كسبت انت في الاسلحة كسبت نقطة لا كده انت كسبان في الاسلحة نقطة واحدة هو نيجي نلعب على اللي يجيبها ما خلاص ما انا كده كده كسبان انا قلت لك اللي هنلعب على النقطه على الاسلحه 6-6 انا معايا 62 سلاح يعني لعبتك هكسبك كده كده بس انا بقى عشان الفيديو خلاص طول فاهم انت فرجاله اهلا وسهلا عليكم نشوفكم في فيديو جديد واحنا كده يا جدعان انتمنا من ابو السيد فرجاله قناه الكوره تحت في الديسكريبشن يا جدعان وهتلاقوا في الكومنت المثبت انزل اشترك فيها القناه دي بتاع جدعان وبننزل عليها فيفا وبيس وبنلعب عليها العاب منوعه فاهلا وسهلا عليك يا زميلي ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفني سلام